أهلا بكم. قرار تاريخي سجله إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بالاعتراف لأول مرة في تاريخ الولايات المتحدة بالسيادة الكاملة للمملكة المغربية على منطقة الصحراء المغربية، اعتراف يندرج في إطار استمرارية السياسة الأمريكية تجاه حليف وشريك استراتيجي منذ أمد طويل، وإعلان له قوة قانونية ومؤسساتية ثابتة بأثر فوري. بعد هذا الاعتراف، الولايات المتحدة تؤكد أنه لا حل لقضية الصحراء المغربية إلا في إطار المخطط المغربي للحكم الذاتي. وطبقا لقرار إعلان الرئيس ترامب بشأن الاعتراف بسيادة المغرب على الصحراء، أعلنت الخارجية الأمريكية شروعها في عملية إحداث قنصلية لها بالداخل، تزامنا مع الإعلان عن حزمة من المشاريع الاستثمارية بالأقاليم الجنوبية بملايير الدولارات. انتصارات دبلوماسية هامة تحققت هذه السنة في ملف وحدتنا الترابية، تمثلت في افتتاح 19 قنصلية عامة في مدينتي العيون والضخلة، تمثل دولا من القارة الإفريقية والآسيوية والأمريكية، وهو تعبير رسمي عن اعتراف هذه الدول بمغربية الصحراء، وتكريس لدور الأقاليم الجنوبية بوابة للمغرب نحو إفريقيا وقطبا جذابا للتعاون جنوب جنوب. تكريس مغربية الصحراء على أرض الواقع هدف يعد أولوية محورية في العمل الدبلوماسي لتعزيز الدعم الدولي لمغربية الصحراء، وهو ما عرف دفعة قوية في المرحلة الأخيرة من خلال جملة من المكاسب الهامة تمثلت على الأساس في سحب عدد كبير من الدول الاعتراف بجبهة البوليزاريو الانفصالية، آخرها كانت دولتي بوليفيا وغيانا التعاونية، لتبلغ الدول التي لا تعترف بالبوليزاريو 164 دولة. هذا وأشادت مجموعة كبيرة جدا من الدول والهيئات العالمية بالتدبير الملكي الحكيم والحازم لملف الوحدة الترابية المسنود بقوة الشرعية التاريخية والقانونية والسياسية، منوهة بالتدخل السلمي للقوة المسلحة الملكية المغربية لفتح المعبر الحدودي القرقرات أمام الحركة التجارية، والتصدي لاستفزازات ميليشيات البوليساريو التي من شأنها تهديد أمن المملكة واستقرارها والمساس بوحدتها الترابية. وفي سياق متصل، الجمعية العامة اعتمدت من دون تصويت قرار اللجنة الرابعة في نوفمبر المنصرم يجدد التأكيد على دعمها للمسار السياسي تحت رعاية الأمم المتحدة لتسوية النزاع الإقليمي حول الصحراء المغربية، ويدعو القرار جميع الأطراف إلى التعاون الكامل مع الأمين العام للأمم المتحدة للتوصل إلى حل سياسي لهذا النزاع الإقليمي. السنة التي نودع منيت فيها الهيئة الداعمة الرئيسية للانفصاليين بالبرلمان الأوروبي، والذين كانوا يطلقون عليها اسم المجموعة المشتركة للصحراء الغربية، بانتكاسة مدوية في أعقاب استقالة رئيسها خواكيم شوستر بسبب اعتراضه على انتهاك وقف إطلاق النار من طرف البوليزاريو. وفي الجارة إسبانيا، أكد بيدرو سانشيز رئيس الحكومة أن بلده والمغرب تربطهما علاقات متميزة ويتقاسمان مصالح مشتركة. رئيس الحكومة الإسبانية قال إن البلدين يتقاسمان نفس الاهتمام لعقد الاجتماع رفيع المستوى الذي تم تأجيله إلى غاية شهر فبراير من السنة القادمة بسبب الوضعية الوبائية الراهنة.